سيد سالم الأبيض عن حركة الشعب حوكمة التصرف في المشاريع والصفقات العمومية على المستوى المحلي والجهوي، هل هي نقطة حاضرة في برنامجكم؟ شوفي، أنا سمعتكم تسألوا البارح وتحدثوا على الحوكمة وتحدثوا على مفهوم الحوكمة، يبدو لي أنكم ما تفرقوش بين مفهوم الحوكمة ومفهوم الفساد. الحوكمة تتعلق بحسن استخدام الموارد والمرفق، الفساد يتطلب معناها إيقاف. إيش معناها الفساد؟ الفساد هو هدر المال العام، هو سرقة المال العام، هو تزوير المناظرات، هو أن الصفقات العمومية تكون بالرشوة ويقع التدخل فيها، هو أن معناها يقع الانتفاع الشخصي. احنا في تونس شنو اللي وقع؟ جابوا لنا قانون من رئيس الجمهورية المرحوم الباجي قاد سبسي الله يرحمه، قالوا لنا باش يعمل لكم 1.5 نقطة نمو، عفوا به على جميع اللي كانت عندهم قضايا فساد في المحاكم. احنا في تونس الآن ليست لدينا آليات حقيقية لمقاومة الفساد، عندنا أجهزة رقابية متميزة، الهيكل الرقابي متاع رئاسة الحكومة، والهيكل الرقابي متاع وزارة المالية، والهيكل الرقابي متاع وزارة أملاك الدولة، وعندنا دائرة المحاسبات اللي هي محكمة المحاسبات. طيب في برنامجكم هل هي حاضرة؟ هي في برنامجنا، وإحنا سنعمل تدقيق شامل إذا كنا، وإحنا وباش نكونوا بإذن الله حركة الشعب باش تكون كتلة كبيرة في البرلمان، وإذا كانت في السلطة باش تعمل تدقيق شامل على الفساد على مستوى مركزي وعلى مستوى جهوي، لأن مقاومة الفساد يعطينا زوز نقاط نمو في الاقتصاد. إيش معنى زوز نقاط نمو في الاقتصاد؟ يعني 30,000 موطن شغل على الأقل، وهذه ثم دول أخرى جربتها، وهذا مدخل مهم للتنمية وللتشغيل. وبالتالي إحنا مقاومة الفساد هذا من أولوياتنا، والفساد عنده عدة أشكال: فساد مالي، فساد شكرا. إداري، فساد سياسي، فساد عقاري، أنواع. شكرا سالم الأبيض، شكرا. انتهى التوقيت، الوقت شوي ما سمحش بالورد فكرة ذاك الوقت صحت عليه قبل ما تدخل المناظرة. شكرا لك.